نتوقع تغيرا واضحا في الطاقة يوم الأحد المقبل، حيث سيكون هنالك تأثير منخفض الجوي للبحر الأحمر اللي ترافق كتلة هوائية دافئة ورطبة نسبيا، تسبب اختلاف الطقس وتغيره في المنطقة الجنوبية. ومن المتوقع أن تكون هنالك فرصة لتساقط زخات مطر. هذا المنخفض الجوي للبحر الأحمر سوف يتعمق يوم الاثنين المقبل بإذن الله، ويبقى تأثيره محصور بالمنطقة الجنوبية، ويسبب تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في أقصى جنوب العراق. أما بالنسبة للمرتفع السابيري فسيبقى تأثيره في شمال ووسط العراق، وتبقى درجات الحرارة قريبة من الصفر. الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة في العراق لا يستمر فترة طويلة خلال شهر 12 كالمعتاد، وهذا الموسم لا نتوقع كميات كبيرة من الأمطار على العراق. إلا أنه أكرر ذكري إلى أن الموسم المطري ينتهي في نهاية نيسان أو بداية الشهر مايس. كل العراق